ولا حناخد التقرير أول. سنذهب اليوم لزيارة منطقة لامبرتس باي التي تقع على الساحل الغربي لكيب تاون، كما سنتعرف على بعض الأطباق الجنوب إفريقية وطريقة تحضيرها وطهيها. هيا بنا. تعد لامبرتس باي واحدة من أكثر الأماكن زيارة من سكان كيب تاون وزائريها، إذ تمثل حياة البرية والطبيعة الخلابة. ففي هذه البلدة الصغيرة يقطن كثيرون من الصيادين الذين يبحرون منذ سنين في مياه المحيط الأطلسي بحثا عن الأسماك كالتونة وسلطعنات البحر، فلا بد من زيارة هذه المنطقة أثناء قدومك إلى جنوب إفريقيا. إلى جانب الهدوء والمناظر الخلابة، تتخذ الكثير من الطيور موطناً لها في هذه المنطقة، كطيور البجع التي توجد بكثافة هنا. فلا تنسى عزيزي السائح أن تتجول على شواطئ هذه البلدة التي تتميز برمالها البيضاء لمشاهدة هذه الطيور والتقاط صور لها، وأنصح بالقدوم إلى هنا إما في ساعات الصباح الباكر أو في فترة المساء لمشاهدة الشروق أو غروب الشمس. ولإكمال رحلتك في هذه المنطقة، أنصح بتناول طبق تقليدي جنوب إفريقي، خصوصا إذا كنت من محبي تناول الأسماك والمخلوقات البحرية الطازجة الآتية مباشرة من المحيط الأطلسي، ويمكن تناولها إما مشوية أو مدخنة. وأشهر الطرق في طهيها يتم باستخدام قدر معدني تقليدي يتم وضعها على حطب وتركها لما يقارب الساعة الواحدة قبل تناول ما في داخلها من أسماك شهية. يمكن أيضا تناول أوراق الوتر ماليكي، وهي نبتة بحرية جنوب إفريقية مع لحم الخروف البلدي الذي يرعى في سهول هذه المنطقة الخضراء. ليث بزاري، العربية، جنوب إفريقيا،